الشهية للأطعمة بأنواعها طبعا لا تتوقف عن النمو خاصة في منطقتنا، فماذا لو تم مزجها مع فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب؟ فعلا هناك قابلية لهذا النوع من الفيديوهات في العالم العربي؟ السوشيال ميديا والفيديوهات السريعة يعني تغلبت كتير في جزء كبير على التلفزيون، الناس عايزة حاجات سريعة وفي نفس الوقت مفيدة، يعني بياخد معلومة في فترة قليلة. حتى الآن المشروع يعتمد على منصات الفيسبوك واليوتيوب، لكن مثلا علمت أنه من فيسبوك لا يدر حتى الآن أي مدخول مالي. أنت محتاجة تكوني توصلي لأكثر عدد من الناس ويبقى عندك عدد متابعين كبير، بحيث أنه الشركات الانفسترز والشركات اللي هم عندهم منتجات معينة تناسب في مجال الأكل يحطوا ثقة فيكي ان هم يعملوا معاكي اعلانات. طبعا ده محتاج انه توصلي لاكبر عدد من الناس. اكيد نتمنى لكم التوفيق، فتحتي شهيتنا هذا الصباح. ساشكرك من دبي مؤسسة مشروع شي طيب رنا صالح.